البالي الروسي الأكثر عراقة في العالم يحط لأول مرة بالجزائر ليمتع الجمهور بأشهر عرض عالمي بحيرة البجع مرفوقا بالأوركسترا السيمفونية لدار الأوبرا. لازم نعرفوا ان الاوركسترا السيمفونيه الوطنيه الان راهي عندها تنوعت في الاعمال نتاعها. عملنا سيمفونيات، عملنا اوبرا، موسيقى جزائر على نمط سيمفوني، عملنا حفلات ايضا اطفال، والان نختم هذا الشيء كامل مع عزف نتاع البالي وبالي نتاع تشايكوفسكي اللي اسمه لاك دي سين. هذا اروع من الموسيقات الموجوده في العالم. بحيرة البجع عرض فني في كوليغرافية جميلة يستند على موسيقى تشايكوفسكي التي أبدعها لأول مرة العام 77 800,000 بالمسرح الإمبراطوري بموسكو. فرقة البالي الروسي مدرسة عريقة في الرقص الكلاسيكي، خصوصا وأنها تقدم عرضا فنيا منسجما مع موسيقى تشايكوفسكي ثاني أشهر موسيقي روسي عالمي. الجمهور الدواق للرقص الكلاسيكي حظي بمشاهدة راقصين كان لهم شرف تطوير قدراتهم الفنية في حضن مدرسة البالي الروسي العريق.